بعد الجدل الكبير مسلم يتزوج أمل صقر. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. خلقت قصة العلاقة لفنان الراب المغربي مسلم بالممثلة والمنشطة أمال صقر لأزيد من 5 سنوات جدلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا الفنانين واستنكروا فعلهما. وكشفت مصادر متطابقة أن الممثلة أمل صقر والرابور مسلم واتقى زواجهما بشكل رسمي يومين فقط بعد الخروج الإعلامي المثير لطليقة مسلم. وحسب ما أوردته المصادر ذاتها فإن الثنائي تقدم بشكل رسمي بطلب إلى المحكمة الابتدائية في طنجة من أجل توثيق زواجهما بعد تفجر قضيتهما في وسائل الإعلام. وقصد الثنائي مكتب عدول يتواجد في حي خوصفات بطنجة بداية الأسبوع الجاري وأصبح بذلك زوجين رسميا. ونشرت أمل صقر ليلة السبت أول صورة تجمعها بالفنان مسلم عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام معلنة بشكل صريح خبر زواجهما، وانهالت التبريكات على الزوجين وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع، خصوصا بعد إدلاء الثنائي بتصريح مباشر عبر برنامج تلفزيوني يؤكدان فيه خبر الزواج. وكانت طليقة مسلم قد خرجت بتصريحات صادمة مطلع هذا الأسبوع كشفت معاناتها مع الخيانة، واتهمت أمل صقر بإنهاء زواجها من مسلم الذي دام 11 سنة بعد قصة حب أثمرت عن طفلين. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.